أمينة بن الغازي من مواليد 1948. مارست المهنة الممرضة مدة ديال 30 سنة. عندي 3 ديال الدراري وعندي 4 الحفايض. كنت مشيت واحد العشية ناخذ قهوة مع واحد الصديقة ديالي اللي هي دكتورة، وجبدنا التحليلات. ما التحليلات؟ قلت لها بنتي الله يخليك الا ما عطيني حتى انا ندير التحليلات، انا شحال هذه ما درت حتى شي حاجه. وديك الساعه كنت انا عاد جيت من العمره، وفي العمره بخير وعلى خير، ما كنحس حتى بشي حاجه ملي خرجوا لي زاناليز. واكتشفت عندي لباتيت سي. سورتو الواحد ملي كيكون في المهنه دائما كيشوف غير الحاجه الخايبه، ما استحملش. درت انهيار عصبي، مشيت شفت اختصاصي ديال مرض الكبد، عطاوني تحليلات اخرين، فيبروسكان، بي سي ار، مسائل اخرى باش يحدوا فين مرحله كاين الفيروس. هاد الطبيب الله يكثر خيرها عطاتني تريتمون ديال 18 شهر، فيه حقنات يباري مره في الاسبوع، وفيه فنيدات كينات اللي كناخذ كل يوم. اللي جاني صعيب في التريتمون الاولاني هو كنت ما كنقدرش نوض وغير مرخيه وما مزياناش، كلشي ضارني، وليت خايفه ومرهوبه بالدرجه اللي سوفون جو بورتي ان ماسك. وليت كندير ما امكنني باش ناخذ التبصيلي بوحديتي، كاسي بوحديتي، وليت كناخذ وقايه الراسي واخا الناس ما خايفينش مني. سقسينا الاطباء وقالوا لنا يا ودي كو لاباتيت سي راه ما كتعاديش لا بالبوس ولا بشي حاجه اخرى، كتعادي الا بالدم. ملي كملت 18 موا نيت لو ريزوس تي توجور نيجاتيف. ملي درت البي سي ار ديال 6 شهور لو كونترول تصاب عاود الفيروس كاين، وهذيك هي كانت عندي الصدمه الكبيره في حياتي. قالوا لي عاود خصنا نزيدو اون اني دو تريتمون. هزيت الدبيله كي غندير عاود نستحمل هذاك العام، كنقول صافي يمكن راه ما بقى لي كاع ما نداوى. جي كومونسي ا بيرد اسبوار. اونتر طون كانت بنتي، عندي بنت في فرنسا وكانت غادي تولد، وكنت غادي نمشي نحضر لها الولده ديالها. ملي وصلت لعند بنتي شجعتني لا هي ولا راجلها الله يكثر خيره، وقالوا لي هنا في فرنسا راه كاين واحد الدواء جديد وكلشي كيهضر عليه اللي هو علاش ما ديريش. وهذا الدواء ديك الساعه كيدير 48000 يورو هذا، وتنقول واش ندير ما نديش. شفت واحد الطبيب تما وقال لي كاين الدواء، ولكن في الحاله ديالك انت راه يمكن لك تعايني في المغرب، راه يكون عندكم رخيص وراه بحال بحال. قال لي خصك تمشي عند سي بن عزوز، حتى هو طمأني وحتى هو قال لي سافا ايتغ بوغ تخي تخي بيانتو، وراه ان شاء الله غادي نبداو به، وراه غيكون علاج 98%. الفرحه الكبيره ديالي هي نهار خرج هذا الجورنال فيه بلي غيكون دواء اللي غيبري على 3 شهور. بقوه المعزه ديال هذا الجورنال ما ساخياش اللوحه، هو باقا مخبعه عندي ما ساخياش به، واللهم لها الحمد. من بعد شهر ونص مشيت للموعد عند سي بن عزوز، خديت لوغدونونس وانا كنطير بالفرحه. مشيت شريت الدواء الحمد لله. هذا من بعد 21 يوم درت التحليلات ست نيجاتيف، ايوا وانا نطلب الله في الخير. نعم المفعول ديالو ماشي هو المفعول ديال المره الاولى. ميم بسيكولوجيكمون انا كنت مزيانه، لان الواحد اللي كيقول 3 شهور راه دغيا غادي تدوز، واخا كاع تجي شي حاجه ماشي بحال عام و 6 شهور وهذا سي با لا ميم شوز. ودابا اللهم له الحمد جو روبرون بيان. كنخرج كندور في دويرتي كنشوف وليداتي. واحد النهار انا في العياده وسمعت شي ناس هما مرضى بحالي بغاو تهما يديروا جمعيه، وقلت لهم حتى انا ماذا بيا نكون معاكم. الطموح ديال هذه الجمعيه وهو نوعي الناس بلا راه هذا الحمد لله كاين هذا الدواء وراه كيداوي، وراه الحمد لله ما غيبقاش هذا المشكل ديال هاد لاباتيت سي اللي مخوفه الناس، لان كنسمعوا لاباتيت سي بحال كنسمعوا نعم الله شنو هذا. اللهم لا الحمد. بغيت انا اللي داز عليا ما يدوزش على وحدين اخرين.